قبل أشهر قليلة اكتمل العمل في مؤسسة ثانوية أكجوجت الموجزة من طرف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر، بعدما كان التلاميذ والطواقم التدريسية يجدون صعوبة كبيرة في مواكبة وتأدية الدروس نتيجة لتباعد فصول المؤسسة الدراسية. حتى نزمن وجود هاي المنشآت الجديدة اللي كنا والله ما صايبين عنها. أنا مجية هون 2019 2018 كنا ندرسوا بثلاث مواقع. الموقع هون بدو الأقسام الستة كنا معدلين من إعدادية البنات ومدرسة رقم 2 وذلك بلد الشنقيط طارق. طينا 3 سنوات هم مشبوحين بينهم ولين جاتنا الحمد لله هذه المنشأة. التم الشامل الحمد لله وعدنا نقرب نفس المؤسسة فيها 24 قسم اللي هو ومخبر ومكتبة وقاعة للمعلوماتية غير هاي وباطر خاصهم التجهيز ما فيهم اللي مجهز لا القاعة قاعة المعلوماتية ولا. ونرجو بعد إن شاء الله في الخطة الجديدة اللي عند الدولة إعداد خطة عمل. ثانوية أكجوجت الآن تضم العدد الكافي من الفصول والحجرات الدراسية. البناية الجديدة التي تم إنشاؤها من طرف وكالة تآزر عبارة عن 3 مباني، كل مبنى يتألف من 8 فصول ويزود الدراسة بالمؤسسة أكثر من 1170 تلميذا. تمثل نسبة البنات منهم أزيد من 52%، ويؤطرهم العدد الكافي من الأساتذة في مختلف التخصصات. تسلمت البلاد المؤسسة نهاية 70ات القرن الماضي بعدما كانت مؤسسة ابتدائية لتصبح إعدادية ثم ثانوية فيما بعد لتحظى مؤخرا بالعناية اللازمة من طرف تآزر. كانت هناك مباني، هناك مدرسة ابتدائية، تخلت تلك المؤسسة عن المدرسة وسلمت الإدارة الموريتانية عام 1978 فأصبحت إعدادية ثم ثانوية. طبعا تعاقب عليها أجيال، مؤسسة قديمة ما قبل هذه البناية كانت بنيتها متهالكة كما هو في البناية ما زالت موجودة منها. بشكلها الأنيق تتربع ثانوية أكجوجت وسط المدينة لتبرز هيبة التعليم ومكانة المؤسسة التربوية في التأسيس لتعليم يرقى للطموحات والتطلعات. لقناة الموريتانية، محمد البلال، مدينة أكجوجت. نظمت